بالنسبة لهاد لوكيك بالسميدة والحامض حتى هادي كتجي زوينة. كنحتاجو في المقادير 4 ديال البيضات، كاس ديال السميدة، وكاس ديال الزيت، عصير جوج ديال الحامضات معصورين، يعني كنعبرو دائما بكاس العنبة. ومنين كاين نديرو داك العصير ديال الليمون أو الحامض، يعني كنكملوه بالماء. إلا ما عمرش ليكم الكاس كنكملوه بالماء حتى كيعمر داك الكاس عادي. وكنحتاجو جوج كيسان ديال الدقيق، وكاس ديال السميدة رقيقة، وجوج معالق كبار من الحليب الغبرة، يعني كنديرو جوج معالق، وواحد المعلقة صغيرة ديال النشا، يعني متكونش عامرة بزاف، وجوج ديال الفاني، جوج ديال الخمارات، قشرة ديال الحامض محكوكة، وثمانية المعالق ديال الكوك. بالنسبة للتزيين ديالها غنكون ناطاج ناطاج واللوز إيفيلي عادي محمر، ياك ما كنضربش عليك. أييه واخا نعاودو، أربعة البيضات قلتي لنا في الكيك، هادي كيك ديال السميدة والحامض. أييه، أربعة ديال البيضات، كاس ديال السميدة، كاس ديال الزيت، عصير جوج حامضات وكنكملوها بالماء، يعني وجوج كيسان ديال الدقيق، وكاس ديال السميدة رقيقة، زوج معالق كبار ديال حليب أوبرا، معلقة صغيرة من النشا، وجوج فاني، جوج خمارات، قشرة الحامض محكوكة، ثمانية المعالق ديال الكوك. بالنسبة للزين قلنا ناطاج ولوز إيفيلي محمر. واخا شي طريقة كنخلطو السوائل اللي ذكرنا في مولينيكس أو في خلاط كهربائي، كنخلطوهم مزيان تاهما لمدة تقريبا 15 دقيقة، وكنوضعوهم تاهما في واحد الإناء، وكنزيدو النواشف ديالنا والدقيق والخميرة كما لاحظتو، وكنكبو داك المول. يكون في شي مول يكون متقوب من الوسط، يعني مديروش يكون وكتدخل وكندخلوها الفران طيب يعني عادي، وكندهنوها يعني من الفوق، يعني ملي كطيبنا كندهنوها بالناطاج واللوز إيفيلي من الفوق. كانت هي زوينه بزاف. اييه، وخاصه اللي كيبغي السميده ولا تيبغي المذاق الحامض كنغيرو شويه. اييه.